سابقا، اما بعد ما خرجت الجمهور هذا فليس قائد القوى، فكتب قائد مرحل. سمعت ان يلبي رغبات الذي خرجوا الى المدرج، ثم الى باب القياده، ثم الى شناستيز. ونحن هنا مرابطون ولن نرحل الا بعد ما نرحله ومن حوله من الاشياء الفاسده الذين عادوا الارض فسادا، من صفقات وهميه، من مستخلصات كاذبه، من مباني منهاره، من جميع البنيه التحتيه. تم تاجيل العرض العسكري الى يوم السبت لاسباب تنظيميه. ونحن هنا صامدون وباقون حتى رحيل وقتات الفساد من القوات الجوية، وبناء قوات جوية مبنية على أسس قانونية. ونقول لقائد القوات الجوية كفى لاستبعاد العناصر الوطنية، كفى للاستهميش، كفى لإقصاء العناصر الوطنية ذات الكفاءات والقدرات العالية، ونعم لبقاء العناصر الوطنية حتى نبني قوات جوية ذات جاهزية وكفاءة قتالية عالية قادرة على تنفيذ المهام المسندة لها وحماية الوطن والمهام الحيوية والاستراتيجية، وليس مهام الأسرة أو فرد أو شخص. شكراً.